طيب ازاي بيخلي البكسل اون؟ تمام، هو ازاي يخلي البكسل يعدي الضوء بتاعي اللي موجود عندنا؟ اهو ببساطه، ما تمررلوش كهرباء، ما تمررش كهرباء لمين؟ للترانزستور المصنوع عنده. اذا الضوء هيخش، تمام، لما الضوء يخش هنا هو، تمام، هيعدي على الفلتر الاولاني، هيعدي الفلتر الاولاني، هيعدي الضوء بس اللي هو الموجات بتاعته كلها افقيه اللي موجوده عندنا. في الخطوه رقم 4، الترانزستور سويتش اون ذا بيكسل، يخلي البيكسل اون. تمام، ازاي يخليها تطلع نور؟ ازاي ان هو يطفي بس اللي هو ايه، الكهرباء بتاعه الترانزستور اللي موجوده عندنا. فلما يطفي الكهرباء بتاعه الترانزستور اللي موجوده، تمام، هياخد نفس الشكل اللي هو مين، الشكل العمودي. الشكل العمودي ده هو لما يجي هيلاقي قدامه فلتر عمودي هيعدي منه، وساعتها هيظهر عندي ان هو ايه، هيعدي النور، هيروح لمين؟ للشاشه بتاعتي. الموضوع مش صعب، تمام، بس هو محتاج ان انت تسمعه اكتر من مره وان انت تركز فيه. فاذا هنا هو زي ما احنا شفنا ان هو الوضع الطبيعي بتاعي ان هو الضوء بيجي من ورا، تمام، بيعدي على البولارايزنج فلتر اللي موجود عندنا، او قطب الاستقطاب او فلتر الاستقطاب اللي موجود عندي اللي هو الافقي، وبعد كده هو الليكويد كريستال اللي موجود عندنا هنا هو بيقدر ان هو يعمل له بلازما. والليكويد كريستال ده هو لو انت اديته كهرباء بيغير من شكله، وبالتالي ان هو بيمنع ان هو الضوء ان هو يعدي عندي. طيب، كلام جميل جدا. طب ما تيجي نشوف ايه هي الانواع بتاعت ال سي دي اللي موجوده عندنا. كان عندنا 3 انواع من ال سي دي: الباسيف ماتريكس سكرين، والديوال سكان، والاكتيف ماتريكس سكرين اللي موجوده عندنا. ال3 انواع دول بيتكلموا عن ايه؟ بيتكلموا ازاي هدي كهرباء للليكويد كريستال اللي موجود عندي جوه الشاشه بتاعتنا، يعني طرق مختلفه ان انا هدي كهرباء ازاي للليكويد كريستال ده. هو الطريقه الاولانيه اللي استعملوها في الباسيف ماتريكس سكرين، قال لك ان احنا الشاشه بتاعتنا هنقسمها لمجموعه من الترانزستورات، تمام، هيبقى عندي صفين ترانزستور اللي هم زي ما احنا شايفينهم افقيين بالمنظر ده، تمام، وعندي صفين ترانزستور تانيين اللي هم عموديين بالمنظر دهوت. انت عايز تولع النقطه دي، يبقى ساعتها هتشغل الترانزستور اللي موجود عندك هنا مع الترانزستور اللي موجود عندك هنا، تمام، يبقى نقطة الإضخاء دهيت، يبقى ساعتها الترانزستور اللي هنا ده هيشتغل اللي موجود، وبالتالي هيحجب هو الضوء اللي هو يعدي في المسار اللي موجود عندي هنا. فإذا ده اللي هي إيه الطريقة اللي إحنا بنسميها الباسيف ماتريكس سكرين. الطريقة دي كان طبعا ليها مساوئ. لو تفتكروا زمان يا جماعه لما كنا بنشتري لابتوب، كنت ممكن تيجي تشتري لابتوب مستعمل كده تلاقي فيه خط ظاهر بالمنظر ده، الخط ده مش مكتوب فيه حاجه خالص. ليه؟ لان ببساطه الترانزستور بتاعه اتحرق، او لو كان الخط مثلا ده هو مثلا تلاقي خط كده في الشاشه بتاعتك عمودي بالمنظر ده، فمعنى كده ان الترانزستور اللي هنا اللي هو ايه اتحرق، تمام؟ فطبعا يبقى كل الخط ده هو مش هيشتغل مره ثانيه، او كل الخط ده هو مش هيشتغل مره ثانيه اللي موجود عندنا. الحاجة التانية اللي موجودة عندي ان هو عملية تشغيل الترانزستورز ومدى الحساسية بتاعته في الريفريش ريت كانت بتبقى قليلة، بمعنى ان انا كنت مثلا الماوس بتاعي مثلا هنا، تمام، لما اجي احرك الماوس المفروض زي ما انتم شايفين المؤشر بتاعي كده ماشي لحد ما اوصل للنهاية. اما زمان الناس اللي كانت بتشتغل على اللابتوب بتاع زمان تيجي تحرك الماوس من هنا مرة واحدة ما تشوفش الحركة اللي في النص دي، تلاقي الماوس بتاعها ظهر هنا هو، كنا نقعد ندور هو الماوس راح فين، هو الماوس راح فين، الماوس راح فين. ده ناتج من ايه؟ ان الريفريش بتاعها كان بطيء. فحاولوا ان هم يطوروها شويه وعملوا حاجه اللي احنا بنسميها الديوال سكان. الديوال سكان اللي موجوده عندنا قال لك ان هي بتعتمد نفس فكره الباسيف ماتريكس بالظبط اللي موجوده عندي، بس هم قسموا الشاشه هنا اهوت الى قسمين، تمام، بحيث ان هم يعملوا ديوال سكان اللي موجود عندنا. يعني انا بدل ما كنت يعني حاجه واحده بس مسؤوله ان هي تعمل تشغل الترانزستورات، لا، الشاشه نصين، كل نص بيشتغل لوحده طبعا بالتنسيق مع بعضهم البعض، تمام، فبالمنظر ده هو ادتني ايه، كواليتي اكتر اللي موجوده عندي. طيب، امال ايه هو الجديد؟ لا، الجديد بقى اللي هو اللي احنا شغالين بيه، اللي احنا بنطلق عليها اسم الاكتيف ماتريكس اللي موجوده عندنا. ورا كل بيكسل في الشاشه موجوده عندي، تمام، انا كنت الاول اروح عند البيكسل معينه، تمام، اروح عند ايه، الترانزستور بتاعها اللي فوق والترانزستور بتاعها اللي في الجنب. لا، ده هنا ورا كل بيكسل موجود عندي فيه ترانزستور،
واو، معنى كده هو تبقى العمليه هتبقى اسرع لي بكتير، ان انا اقدر اتحكم في الترانزستورز على طول، بدل ما اروح ده ويروح يدي ده ويمشي من خلال سلك يوصل للنقطه دي هي وينور النقطه دي او يشغلها او يطفيها، هتبقى العمليه بالنسبه لي كده هوت بتاخد وقت وريفريش بطيء بتاعي. لا ده انا ورا كل نقطه او ورا كل بيكسل موجود عندي تمام هيكون عندي ترانزستور. بس الكلام ده ليه معاني كبيره، تمام؟ ايه هي المعاني الكبيره بتاعته؟ معنى كده ان انت عدد البيكسلز اللي موجوده عندك هتبقى ثابته، صح؟ لان انا هثبت وراها ورا كل بيكسل ترانزستور. يبقى بالمنظر ده هو انا عندي كم كبير من الترانزستورز وكم كبير من البيكسلز اللي موجوده عندي والبيكسلز ثابته. معنى كده ان في اختلاف من مين لمين ومين؟ ما بين ال سي دي والسي ار تي. السي ار تي حجم البيكسل كان بيختلف زي ما احنا شفناها في الريزوليوشن اللي موجود عندنا. امال في ال سي دي لا، انت بتقول لي عدد البيكسل الثابته. اه صح. امال إيه، انا شغال، انا واحد من الناس شغال على شاشه ال سي دي، امال ازاي بغير في الريزوليوشن والريزوليوشن بتاعي بيصغر فعلا، الكتابه بتاعتي بتصغر والصور بتصغر او بتكبر حسب تغيير الريزوليوشن اللي موجود عندنا، تمام؟ هنا انا الاقي عندي حاجه في ال سي دي بتستعمل حاجه احنا بنسميها نيتف ريزوليوشن، هناخدها ان شاء الله مع بعض في المحاضره الجايه، بس انا بثبت دلوقتي ان عدد البيكسلز ثابت في ال سي دي، وده اختلاف ما بينها وما بين السي ار تي اللي موجود عندنا. طيب ما بالمره بقى انت عمال تقول لنا كده اهوت وما جبتش سيره الالوان، تمام؟ ايه حكايه الالوان اللي موجوده عندي؟ تمام، يعني انت قلت لنا في الباسيف ان هي كانت بتشتغل مع الشاشات اللي هي الابيض والاسود اللي موجوده، وكنا بنشوف النقطه السوداء اللي موجوده عندنا. هنا عشان يقدروا يحطوا الوان في الشاشات ال سي دي اللي موجوده عندي، تعالوا نشوف الدياجرام اللي موجود عندنا هنا اهوت. الباك لايت هيعدي عادي، هيخش على مين؟ على البولرايزنج فلتر. البولرايزنج فلتر زي ما احنا شفناه، هنلاحظ بعد كده بعد البولرايزنج فلتر الموجود عندي هنا اهوت، عندي حاجه اللي احنا كنا بنسميها تي اف تي. ساعة ما بقول تي اف تي سكرين، عندي ثين فيلم ترانزستور، يبقى كأني عندي هنا طبقة كبيرة جدا امتداد ال هي طبعا أنا بتكلم هنا على بيكسل واحد، طبقة كبيرة جدا من ال عندي ترانزستور هنا اهوت، تمام؟ للبيكسل اللي موجود عندنا هنا اهوت. بعد الطبقة دي هي الطبقة دي احنا ايه ضفناها جديدة دلوقتي. بعد كده عندي ليكويد كريستال، تمام؟ واللي هو بيتحكم فيه زي ما احنا قلنا ان هو بيتحكم فيه ترانزستور ان هو يخليه يعدي الضوء ولا ما يعديش الضوء اللي موجود عندنا. فاذا ساعة لما تيجي هنا تدي الترانزستور ده هيتحكم في كل ليكويد كريستال اللي موجود عندي هنا. عشان نحط الوان حطينا هنا هو اتنين فلتر تاني اللي هو فيه الثلاث الوان اللي موجودة عندي اللي هي الريد والجرين والبلو اللي موجودة عندنا. فاذا هنا هو طبعا ده في الاخر هيخش على بولرايز فلتر اللي هو الفلتر اللي موجود عندنا الثالث، ويعدي منه الضوء. الضوء اللي هيعدي من هنا هيبقى لونه اخضر، الضوء اللي هيعدي من هنا هيبقى لونه ازرق، الضوء اللي هيعدي من هنا هيبقى لونه احمر زي ما احنا شايفين. فليكويد كريستال هنا هو هيتحكم فيها الترانزستور اللي موجود عندنا هنا هو. في حاجه ثانيه كنت عايز اقولها، ان الميلان بتاع الليكويد كريستال الجزيئات او الملكيولز بتاعت الليكويد كريستال بتحدد على حسب الجهد الكهربائي اللي هو بيجي لها، يعني اقدر اتحكم في الميلان بتاعها من خلال ايه الجزء الكهربائي، الجهد الكهربائي اللي بيروح ايه للليكويد كريستال اللي موجود عندنا ده هي. طبعا الثلاث الوان دي الالوان زي ما احنا قلنا الالوان الاساسيه اللي بتتكون منها كل الالوان، واقدر ان انا حسب الجهد الكهربائي اللي موجود اتحكم في الليكويد كريستال ان هي تبقى الالوان ظاهره قوي او فاتحه او غامقه اللي موجوده عندي من خلال ايه درجه الميلان بتاعه الليكويد كريستال اللي موجود عندنا. فده كان الموضوع اللي هو الخاص بالال سي دي. مش عايز يعني كلام كتير، انا عندي قطبين بيعدي واحد افقي واحد راسي، بيجي له الضوء من ورا الليكويد كريستال من خلال الكهرباء بيتحكم ان هو يعدي الضوء ولا ما بيعديش الضوء، وقبل ما يعدي الليكويد كريستال بيكون في فلتر تاني بتاع الوان هو اللي بيحكم العمليه الخاصه دي اللي هي بتاعت ان هو يعدي ولا ما يعديش. اظن الكلام ده هو سهل ما فيهوش حاجه. نروح على القسم الاخير اللي احنا هنتكلم عنه اللي احنا بنسميه البروجكشن سيستمز اللي موجوده عندنا. البروجيكتور زي ما احنا عارفين هو الجهاز اللي احنا ده